القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول، وي يا علي وي، وي يا علي وي، وي يا علي وي، وي يا علي وي، علي وي، معلول وي، والكرة ياس الكرة سي، هل هو معلول أم لا؟ أي قذيفة جات، أي قذيفة جات يا باتشيكو، التاسع يا الأهلي، التاسع يا الأهلي لا، هو 19، هو أفشة، هو ولدنا أفشة، هو الولد أفشة، هو أفشة، هو أفشة، هو أفشة ما لها من عفسة، حط الكرة الثاني ويا لها من صرخة، كيجولاتو يا أفشة، كيجولاتو يا أفشة، مجدي الصياد، مجدي الصياد، ليس لاعب الإسماعيلي من زمان، هذا أفشى صياد الأهلي، هذا صياد الأهلي، أنت صياد الوقناص يا بيتسو، رائع رائع رائع، كهربا قتله، قتلك باش يربحوا يا دقائق أخيرة لا تحتمل الأعصاب، لا تحتمل الأعصاب، دقائق أخيرة فيها دقات القلوب أسرع من البرق، أسرع من البرق، هنا المحاولة للنادي الأهلي، أفشى استقبال، الله ما هذا يا أهلي، ما هذا يا أفشى، لا تغلق الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير الذي يكتبه النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة، هؤلاء رجال الدقائق الأخيرة، رجال البطولة، البطولة ذهبت لأبطالها، لرجالها، لرجال الدقائق الأخيرة، الله، إرادة، إصرار، عزيمة، إنها روح النادي الأهلي، إنها روح النادي الأهلي، فعندما نقول أنه ليس مجرد نادي كرة قدم، نعم ليس مجرد نادي كرة قدم، كبير أفريقيا طويلة وعميقة، أي حاجة مقطوعة لوسط الملعب مرة ثانية والتدخل هوبو، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا أفشة، يا نهار أبيض يا أفشة، يا نهار أبيض، اطلع من هدومك يا ابني، اطلع من كل هدومك يا أفشة، حلوة 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 حلوة، وفي وقت قاتل وفي الدقيقة 85، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا مجدي يا أفشة، مش ممكن، مش معقول، مش مصدق نفسه، ولا أنا كمان مصدقه، ولا أنا مصدقه، حلوة 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 حلوة، زقها بجسمه في اتجاه يمينه بكل خبرات السنين وبكل ما في القلب من حنين، اداها باليمين، يا عيني على الجمال والحلاوة، يا عيني على الجمال والحلاوة، روعة روعة يمينك يا ابني، يا نهار ابيض، في حتة لا تصد ولا ترد، في مكان قاتل، وش رجله الخارجي لفها ايه؟ لفت بالفيش، لفت جاتوه، روعة 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 روعة، بكل خبرات السنين وبكل ما في القلب من حنين وبدماغك يا كهربا وبكل دماغ موسيماني اداها باليمين روعه 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 طبعا في الملعب كل الكوره تبقى علي ولا علي ويطلق الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه قطاع الكره في النادي الاهلي مليون مبروك ولازم نقول العالم للانديه ممثلا لمصرنا الجميله بعد غياب 7 سنوات مليون 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 مليون